ومعنا هاتفيا من مدينة غازي عنتاب التركية سيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد حافظ. نبدأ من عفرين مع أنباء عن استمرار القصف التركي على ميليشيا بايدة، كيف ترى سير العمليات العسكرية على مدينة عفرين؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني بتوقع تركيا بالذات ما دخلت هذه العملية كما جرت أول ما انطلقت فيها قبل ما تكون حاسة تحتاج كل الاحتمالات الجانبية والمباشرة طبعا للعملية، بتوقع بأنه حتى توازنات المصالح الدولية الآن تصب في مصلحة هذا التدخل تجاه هذا الحزب أو هذه المنظمة. للأسف يعني أن نقول ذلك أنه هذه المنظمة السورية أو ما توقف مع الشعب السوري وبذلنا تسند الشعب السوري خلال سنوات، بل بالعكس وقفت ضده إلى جانب النظام والى جانب تشتيت المعارضه السوريه بقواها السياسيه والعسكريه، يعني حتى سياسيا شغلت على المعارضه السوريه وليس فقط عسكريا على الارض. اعتقد بان الحسابات التركيه الان ستصب مستقبلا في صالح المعارضه السوريه تماما كما كل المناطق التي حاول درع الكرات الدخول اليها او دعم عناصر الجيش الحر في كثير من المناطق السابقه، ثبتت عمليا بطريقه محميه من الجو ومن التوازنات الدوليه على السكان الموجودين هناك، وبدات حاله يعني من اجل ذلك سيد حافظ ان عفرين مستقبلها كذلك. نعم، من اجل ذلك رئيس الوزراء التركي طالب واشنطن بوقف دعم ميليشيا بايدة، يعني هل تعتقد ان هناك تغيرا في الموقف الامريكي خصوصا بعد تصريح واشنطن انها لن تمول اي طرف لا يحارب تنظيم الدوله؟ يعني بتوقع بجميع الاحوال اللعبه داخل الاراضي السوريه لم تعد سوريه بالمطلق، هي مصالح دوليه حتى الان هكذا واضحه، طبعا وهذا يمتد على العراق سابقا ويمتد ايضا على بقيه منطقه الشرق الاوسط للاسف خلال العقد الماضي او اكثر من عقد من الزمن. الان اعتقد بان سير الامور بشكل او باخر للامريكان من مصلحتهم خلال الفتره الماضيه كانوا يتعاملوا مع تنظيمات على الارض، لكن الدول المستقره واعيه، علينا ان نتذكر ان تركيا هي جزء اساسي ومؤسس ورئيسي في حلف شمال الاطلسي، وحلف شمال الاطلسي يعتمد عليه كليا الغرب كما سياسته، وخاصه في هذه المنطقه التي مليئه بالتجاذبات طبعا بالاضافه الى بحر الصين، لكن اعتقد الان بان منطقه الشرق الاوسط هي مرتكز حيوي والمساحه الجغرافيه للامتداد التركي تلزم وتجبر الامريكان حتى الاوروبيين التعاطي بجديه مع الاتراك. طيب سياسيا هل ترى ان هذه العمليات العسكريه ستؤثر في المفاوضات سواء في جنيف اليوم او في سوتشي ربما مستقبلا؟ هذا ما اتامله، يعني زادت رقعه المساحه الجغرافيه، يعني النظام يعتبر عندما دخل بعض احياء حلب الشرقيه وبعض المناطق الاخرى ضمن الدعم الروسي بدا يفاوض بانه امتلك الارض السوريه، وكذا حتى يدعي امام مؤيدي انه انتصر وانتهى الموضوع. الان اذا تقدمت العناصر او قطاع الجيش الحر المدعومه تركيا بالتوازي مع هذا القصف الجوي او التقدم التغطيه الناريه، يعتقد بانها هي اراضي يمكن ايضا ان نقول بان امتلكت المعارضه اراضي اضافيه ايضا، وهذه ورقه المفاوضات، ودائما باي مفاوضات سياسيه علينا ان نمتلك عناصر القوه، لان النظام هذه النظم الاقتصاديه كنظام الاسد لا يمكن ان يفاوض سياسيا وهو يفشل هذه المفاوضات حتى الان. هناك من يرى ان محادثات فيينا امتحان حقيقي لالتزام جميع الاطراف بتطبيق القرارات الدوليه، كيف ترى الاراده الدوليه للوصول الى حل نهائي للازمه السوريه؟ لا يوجد اي امل لا في مفاوضات فيينا ولا جنيف ولا اي مكان اخر. المفاوضات حقيقه هي بتاكيد مباشر الى الاسد بان يمضي نحو توقيع اوراق اتصال سياسي وليس التفاوض مع المعارضه، يعني ما جرى منذ جنيف بال 2014 حتى هذه اللحظه التي تسالني بها عن فيينا لم يتم حقيقه المفاوضات، عباره عن استعدادات سياسيه ونستطيع ان نتحدى عن وجود المفاوضه لانه ما هي النتائج التي حققتها منذ جنيف الاول والان حتى فيينا. لا نستطيع ان نرى شيء في هذه السله كافي على صعيد المعتقلين ولا صعيد المناطق المحاصره ولا حتى على الصعيد السياسي ولا حتى في السله التي اراد ان يفوض عليها الدكتوره الا وهي الدكتور. نحن امام نظم اما ان ترحل كامله واما لن تفاوض بل تلعب بالتفاصيل، واعتقد انه كله ترى مسرح
حتى اليوم ورد من معلومات بأن وفد المفاوضات الذي أرسله هذا النظام هان فورا من الدكتورة بأنه نعم حاز وغير جاد وما إلى ذلك، وهذا طبعا وطلب منه أن مناقشة الدكتور لا يكفينا بل يجب نقلها إلى السعودية. نعم هذه لعب التفاصيل. شكرا. هذا ما يصير في نحو إشارة. شكرا لك. هاتفيا من غازي عنتاب، حافظ قرقوط، الكاتب والمحلل السياسي.